بنختار أكثر من مشاركين، يعني بنحاول مثلا من كل تقريبا مثلا ملابس بدي أحط مثلا أكثر من طاولة، حجابات بحيث إنه ما ينافسوا هنين بعضهم، إنه كل مثل مشغولات يدوية، كل شخص في عنده فنه تصميمه وذوقه بحيث إنه ما ينافسوا بعض، وكل شيء مثلا فنون جواته المواهب كلها يطلعوها، مثل شغل الصوف الإكسسوار، في صابون عبارة عن زيوت هو، فكمان هذا الشيء بتلاقي إنه ما له موجود بالسوق، هي بتساويه ببيته وبتعرضهم. عم يقدم خدمة للناس بس مو أكتر، إنه عن طريق عم يبيعوا بضاعة بسعر أقل شوي. يعني عم نقدم مثل مشغولات يدوية ومساعدات للأولاد اللي هنا عم يشتغلوها بإيديهم. هلأ في بازارات كتير عم تصير، وهذا الشيء كتير حلو للست السورية. يعني بشكل عام بحب دائما نوه على القصة إنه الست السورية أثبتت وجودها بهالأزمة، عم تشتغل بالبازار بقلب بيتها، عم تشتغل أشغال يدوية كتير إضافة للشغل السوق يعني اللي بتشتري. بس هي أحلى شغلة إنه الست السورية أثبت وجودها بالدنيا كلياتها. المشاركة بالبازار حقيقة يعني فرصة، أول شيء بتعرضي بضاعتك، بتعرفي على وجوه جديدة كتير، بتعرفي على ناس جديدة كتير، وبنفس الوقت هي مساعدة بكل شيء بالحياة، يعني خصوصي بهالأزمة هي، يعني بتعرفي أنت كنا عايشين برفاهية، بس هلأ صار في لازم أنه يكون في دعم، في مساعدة للبيت، للأسرة، بكل مجالات الحياة يعني حقيقة. عاملة أورجانيك، يعني بحب العودة إلى الطبيعة، حابة إنه كل العالم بسوريا يستخدموا الطبيعي ويبعدوا عن الكيميائي. والله إن هالبازارات إجت فكرة جيدة من فترة مو بعيدة، يعني بتشجع كل أصحاب المهن اليدوية أو الحرف أو اللي عندهم دخل، يعني ما عندهم إمكانية يكون عندهم محلات أو أشياء يعرضوا بضاعاتهم، ونحن بالأزمة هي شجعتنا إنه الناس اللي ما عنده دخل أو ما عنده موظف أو شيء إنه تستثمر هالموضوع هذا من خلال البازارات. ممكن إذا عندها إمكانية تفتح محلات أو شيء، فجت خط البازارات خط يعني مثل إسعاف لك كثير من الناس والعوائل او الناس اللي يعني تأذوا بهالمرحله هي، فبتساعدهم بشكل جيد جدا كثير.